كلنا فقدنا أصدقاء وكلنا فقدنا حد من أهلنا. إحنا لازم نقويهم ونقف جنبهم. عرض خاص لفيلم أولاد حليم كريم مع محاربات سرطان الثدي. جايين نفرحهم. كنت عايزة أجي قوي فمستني. أنا متحمس اللي هيحصل جدا. مين في حياتهم ما فيش؟ كلنا فقدنا أصدقاء وكلنا فقدنا حد من أهلنا. ما فيش حد في عيلته ما فقدش حد، وما فيش حد من أصدقائه ما فقدناهوش. يعني كل واحد عنده قصة مؤلمة في حياته، في أصدقائه، في أهله، في جيرانه، زمايله. ودموع بشرة في اليوم ده كانت أصدق من الكلام، فهي عبرت عن تأثرها الكبير بالزيارة اللي عملها كاست فيلم أولاد حليم كريم إلى مستشفى بهية لدعم النساء في مواجهة سرطان الثدي. بشكركم جدا. احنا عندنا محاربات بقالهم 3 ايام ما ناموش من الفرحه وجايين من المحافظات عشان بس يقابلوكوا ويشكروكوا. انا شفت مجموعه وانا داخله بالفعل، بس انا متشوقه اكتر والله ان انا اشوفهم. بشكركم جدا على الدعوه وعلى الاهتمام، استمراركم في انكم تدعموا كل المريضات وتساعدونا ان احنا نبقى بنساهم في هذا الخير. دي تاني مره في حياتي اعيط في التلفزيون. انا ما عيطتش الا فيلم غدوه بتاع ظافر عابدين. ودي تاني مره ما يعني، ويمكن طبعا في مسلسل الاختيار، بس انا نادره الدموع لانها ما بتطلعش، انها عزيزه جدا، انها ما بتطلعش الا فعلا لما بتبقى محسوسه. وسعاده النساء في اليوم ده كانت كبيره بحضور النجوم، بس التهافت الاكبر كان على مصطفى قمر اللي حرص الكتار انهم يتصوروا معاه. الست نص المجتمع، الست دي بتبقى امي وبتبقى اختي وبنتي ومراتي وصديقتي، فاحنا لما نلاقي نص المجتمع بتاعنا بيعاني من حاجه مهمه زي دي، فاحنا لازم نساعد باي شكل. محاربات بهية دول احنا لازم نقويهم ونقف جنبهم ونقول لهم ان بهية فعلا في ظهركم، وبهية سند لكل ست مصريه. ومن أولاد حليم كريم زار المستشفى رنا الرئيس، تيام مصطفى عمر، هانا داود، ويوسف عمر. جايين نفرحهم، نعمل لهم يوم جميل، نخرجهم ولو حتى لكام ساعة من فترة صعبة في حياتهم. أتمنى اليوم يكون حلو بالنسبة لهم، وأتمنى هم يتبسطوا. لا أنا مبسوطة قوي إن أنا موجودة هنا مع الكاست كله، وإن إحنا هنا مع كل الستات، ومبسوطة قوي إن أنا أشوف كل حاجة إن هم بيعملوه هنا، وأنا طبعا يعني كنت عايزة أجي قوي فمبسوطة قوي. ومبسوط جدا جدا بوجودي هنا، فمتحمس اللي هيحصل جدا. والزيارة ما خلصتش هنا، فالنجوم مع المحاربات اتوجهوا إلى صالة السينما وحضروا سوا الفيلم بأجواء كلها فرح وسعادة وطاقة إيجابية. قد إيه الدعم المعنوي ده بيفرق مع المحاربة في علاجها وبيقوي مناعتها وبتقدر تكمل رحلتها؟ قد إيه لما بتحس إن كل المجتمع حاسس بيها وعايز يدعمها، ده بيخليها قوية وتقدر تواجه المرض. فده دعم مختلف، إحنا فعلا هو فارق مع المحاربات. أنا عايز أقولك يعني الواحد لازم يشارك في حاجات كتير من النوع ده يعني في المجتمع بتاعنا، لأنه بتحسي بقيمة وجودك أو بقيمة العمل اللي بتقدميه، وبتضيفي قيمة لفنك وبتضيفي قيمة لوظيفتك.